السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو نعقب على الحادثة، حقيقة حادثة مأساوية للمواطن العراقي الأخ باسم الجبوري، حدثت في الإمارات بسبب مقطع نشره. خلنا نشاهد هذا الفيديو. هاي دبي بس مطرة صارت مسبح، لا حد يقول دبي أحسن من غيرها أو أرقى الدول. طالع محمد وجه الكاميرا، بس اريد نعبر ما نقدر نعبر. شوف باوع، حتى الرصيف ضايع، باع 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 باع، ماكو رصيف اصلا، ماكو رصيف. شوف ما شاء الله، يراد لوحة غواصة هنا. يا هاي دبي بالعافية عليهم. طيب عزيز، هو باسم نشر منشور يعني عفوي، يعني مو قصد إساءة الدولة او فشي. نعم اسمعك، تفضل. نشر منشور عفوي، يعني لا بيقصد مثلا إساءة الدولة او فشي. منشور عفوي، يعني شلون مثلا ينشر برج خليفة؟ يعني هو له مناشير اكثر، يعني هو مو اول سفرة هاي الى دبي. يعني تقريبا هاي فد رابع يمكن سفرة او خامس سفرة اعتقد، هيك يعني. نعم، ينشر مناشير كلش حلوه، فشاف هالشيء. يعني شلون انت مثلا بكربلاء عندنا، مثلا بالعراق عندنا، فعبر رايه، يعني منشور عفوي، يعني مو مثلا بقصده اساءه او فشيء، لا منشور عفوي. اخذت البيجات، اكثر من بيج اخذتها، وصفحات اكثر من صفحات اخذتها، وصار المنشور ترند لا اكثر ولا اقل، ونزل اعتذار مره ثانيه، منشور ثاني راسم ثاني يوم، يعني لا ممكن مو ثاني نفس اليوم. نزل منشور اعتذار دوله دبي. وماكو ثاني يوم، الساعة 5 الصبح تم اعتقاله من الفندق، الساعة 5 الصبح. ف يعني مو مثلا مدفوع من جهة او شيء، لا هو رجل سياسي، لا هو رجل مثلا بالاحزاب، يعني رجل كاسب. يعني يطلع الصبح الشغلة يرجع لبيته ما عنده غير شغل، ويطلع ثاني يوم الصبح الشغلة. رجل كاسب وعنده اطفاله وعنده والدته تعبانه وعيونها ما تعبانه، يعني ما تشوف، يعني الصبح يمر عليها الصبح ويرجع من الشغله يمر عليها. فاحنا نطالب من كل شريف ويهم الموضوع، يعني ويخص الامر، من دوله رئيس الوزراء او دكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير العراق في دوله الامارات، ان شاء الله ما يقصرون هم. كل ما هنالك ان هذا الاخ باسم الجبوري خرج بمقطع فيديو يبين ان هناك يعني سوء خدمات، او كانت هناك مثلا يعني سوء مثلا في التصريف المائي لا اكثر ولا اقل في الشارع الاماراتي. هذه الصوره لسكاي نيوز الاماراتيه، وهي يعني تتكلم عن سوء الخدمات في العراق. اخواني اخواتي، موضوع ان باسم الجبوري لم يسب ولم يشتم ولم يلعن ولم يتجاوز، فقط بمقطع عفوي خرج بفيديو طوله تقريبا 30 ثانيه نشر وقال ان هناك في دبي، دبي يعني شوفوها شلون، فقط لا اكثر ولا اقل، فيتم يعني احتقاله وقد يسجن. هذه نقطة. النقطة اللي نرجوها من حكومتنا، نرجو من حكومتنا، نرجو من سيادة الرئيس محمد الشاه السوداني، نرجو منه انه يتخذ قرار مباشر بهذا الموضوع، بان تكون له يعني كلمة بخصوص المواطن المظلوم باسم الجبوري. وأيضا نتمنى من المختصين أو من المسؤولين أنهم يعتقلون كل شخص إماراتي يتجاوز على العراق، أو أي خليجي يتجاوز على العراق، أو أي مواطن في العالم يتجاوز على العراق وهو داخل العراق، مثلا يتنمر على مثلا البنى التحتية، يقول شوفوا هذه البنى التحتية طولها مثلا 10 أقدام، أيضا مثلا يتجاوز على الخدمات بصورة عامة. هذا هو الأسلوب اللي لازم يتبع. قبل فترة تم اعتقال شخص اسمه الشبالي ايضا في الامارات، لانه اراد انه فقط يلقي شعر على شيخ اماراتي. فشنو هذه المعاملة اللي يعامل بها العراقي ببلدانهم؟ اخواني اخواتي، لاحظتم بمجرد انه اراد يلقي شعر او صور مقطع فيديو بين انه هناك سوء خدمات في الامارات ولو بشكل نسبي يتم اعتقاله. فنتمنى اولا من المسؤولين أن يعني يتدخلوا، فهذا هو مواطن عراقي أولا، وثانيا أنهم يعتقلون أو يطردون، نعم، أو يتعاملون بالمثل لأي خليجي أو أي دولة أخرى، أي دولة أخرى يدخل في العراق يتنمر مثلا بشكل أو بآخر
على البنى التحتية أو على أي شيء آخر. أخواني أخواتي، نتمنى الإفراج حقيقة عن الأخ باسم الجبوري لأنه لم يفعل شيء. أخواني أخواتي، خلينا يكون إنا أو يكون إنا دور بنشر مظلوميات هذا الأخ المسكين، هذا الأخ الذي لم يفعل أي شيء سوى إنه خرج بمقطع عفوي، لم يسب ولم يلعن. وفي أمان.